طول الوليد هو الاول. جا واحد الواحد في الباب راه فيناك، قال بن عياد بن بوعزو، قالوا نعم، قالوا نضج. ناض الوليد خلاك تقعد حداه، خلاني انا في البلاصه، كانت عنده واحد السلهامه خلى لها رشا، دوه المحل اللي تيصوتوا فيه. اش داروا؟ عيطوا الناس القارين، الناس اللي قارين وعندهم بينات وعندهم هذوك مالي عيطوا ليهم. تعاود ليا الوالد مسكين قال لي أنا كلهم تغاوطوا، قالوا كنعرفوا. قال لهم هذاك كوميسيري، قال لهم قولوا الحق، قولوا الحقيقه. قالوا له هذا السيد ما شناه له ولا ولده. الاخرين اللي قارين فينا صدقوا زعما كاذبين. أيه هذوك شهدوا كاملين، ما فيهم العراية ولا التمرة، مروامش وقارين، وقالوا ما شناش. وهما هما تمام ساكن أكذبوا، ماشي زعما فيا أبغاو زعما ينجوا. ملي شهدوا هذوك الناس قالوا له على سلامتك، مشاو لواحد الواحد عيطوا لواحد الواحد، كانوا يقولوا له جوج متر ونص، راه طويل طويل طالع. ها تعطي طالع، تعطي طالع، تعطي فلوس بالطالع. لا متر ونص، لا جوج متر ونص. خلي هذاك راه بركوسي ايوا. هذا من ولاد الشارع عندنا، كان راجل طويل وعارق وباقي عصير، ولكن هما هذوك النصارى تيقولوا له جوج متر ونص، هو طول كاع الناس. عيطوا له يا سيدي كتفوه، وما بدا تعطي. هو تيغوط مشي ياك في الاخر، كان تيغوط مزيان شويه، بدا تيطيح الصوت ديالو تيهبط في الاخر. صافي قطع، صافي سلام معاه قطع، ما تلوناش نسمعو الغوط ديالو مسكين. بسم الله رخاو عليه، تتنفس شويه سيبوه وقر سيدي. عيطوا الفاني الوالد، قالوا له غادي نصيفطوك لعند واحد السيد جيبلي لنا عنده واحد تريكو مخليه عنده محافظ الصالح. هذا محافظ الصالح هو جوج مترون، جوج مترون. ايوا قال لهم الوالد، قالوا يلاه وصي حتى يبدا هو كيوصي في الوالد. قال له بتلحق لعند عمر، هذاك نسيبو عمر. قالوا بتلحق لعند عمر قول ليه لا تخافوا شاي وراه شي باس ما كان، و تريكو صيفطو على تريكو راه هو لوباس ياك. إوا وصاك قالو ديالنا غادي نلحق هاد السيد هاد عمر، ورانا نقول هادشي عطاني شي حاجة رانا نجيبها، ما عطاني شي غادي ما نديرلي. وهاذوك الكوميسيري تيتصنت هو لي مصيفط، وصيفط الوالد هاك الليلة ما باتش تما. الغد الصباح مشى لعند عمر، عيط عليا سيدي قال له دي راه مصيفطني هذاك محافظ الصالح، قال لك راه عندكم واحد تريكو مخليه عندكم صيفطوه ليا. قال لك هذاك عمر مسكين طاحت فيه، قال له دي حنا ما عرفناه كي داير ليه، ما عرفناه فين داير وما كان. والوالد يدور فيه قال وان انا ما جيش ندي من عندك شي حاجه، انا راه عم رسول، ولكن الا كانت شي حاجه مع راسك راهم يجوك تال هنايا قتلوا الكلاب وتعطيهم التريكو. قال له مع راسك محافظ صالح الا كان مخلي شي تريكو يجي يديه لراسو، لا شي صيفط ليك انت غادي يديك انا نقدك لله.
رجع الوالد مع العشية اللي عدنا لهيه، هو دخل داوه لهذيك المحل اللي تعيطوا المحافظ الصالح، قالوا له بن عياد جبتي شي حاجة؟ عطاك عمر شي حاجة؟ قالوا له لا سيدي، هذاك السيد ما عطاني حتى حاجة، ولكن اللي قال رانا ما شايفت حاجة، ما جايب لعدي شي حاجة محافظ الصالح، ومحافظ الصالح لا خازن شي حاجة، راه هو اللي خصو يديها، حنا رحنا ما شايفين حتى حاجة، ما في راسنا حتى حاجة. إيوا قالوا له سمعتي اش قال السيد؟ قالوا لا السيرة خافوا، قالوا كتلعب علينا، قالوا كتضحك علينا ياك، عاودوا فاني شدوا كتلوا طلحة أخرى، زادوا قتلة أخرى، وهذاك الكلام اللي كان قايل هو اللي قال. الوالد الله يرحمه مسكين جا لعدي فاني ريح حدايا شوية، تعيطوا ليه بغا يصيفطوه يجي، نار الوالد عندهم مشاو للباب، بعد بغا يصيفطوه قال مودي ولدي ما بقى، قالوا له عيط لي يا ربي شافيكم، ورجع لعدي مسكين وعيط لي. انا تسلها ما كانت حدايا نط خليتها، وحدا الحاج المولودي ولد ربنا عليه الله يرحمه الله يرحمه، هو اللي قعدنا حدا. انا هذاك النهار شاد واحد الشحطات من عندهم من عندهم واحد كاين واحد جفنا عامر ما ودير واحد العصبة في يدو متلتة مبرومة متلتة على ثلاثة، دارها في الماء تيغطسها كما كنا في الماء، تا بدا قنع عرف راس وراه رطبها مزيان، خبطها على فخذو كما كنا تنش فيها يبغى يدوز. أنا متكي على واحد السارية داز كما كنا من قدامي من هنا، وفشى الباب خور بغا يدخل لعد اخرين، داز حتى تفوت معايا ويردها لعدي، صابو متكي بحال صابو ما ديها شوية، ضربني لها الساحة اللي هنا، بطرت قلت جبتي الضو شعل، سلامة الضو شتو شعل من عيني. يو هو فشا ماشي زعما تيبقى واقف ولا هو معايا ولا هو عاد ضرب وزاد، يو تفوت معايا شوية قال لي تنقول في خاطرك ما تنقول لك انا كي يكون روالي بيس وبصح جاتني باردة هذيك الضربة جاتني باردة وقلت لك بالضربة دارت لي من هنا الضو دار في عيني كيف فعل الاخر تقولوا له محمد لاليجو لاليجو من عاصم علي وكان من الخطاط توا كان معاهم وبحاله بحالهم وحرقط تقولي توا لاليجو بالصح شتي هذيك الهرمة كانت تكون عند مخازنية كحلة محرب فيها توا هنا عاطينها لي تقرر الناس كذا هو سيدي جاي تجري بتقرب لي عادر لك ما كنا وضربني بها هنا في الراس يضرب وردان والو زعما ما كاين وطنطنا في راس وتايا بارده وما خصها تايا بارده صافي زعما ضربتني ولا ما رطبوكش ولا الحمراء قد الله اعلم داير حساب دقه داير حساب الحمراء قد ولكن اشناوي تيدير حساب دقه شطن انا يا اشناوي في خاطري تضرب على غفله اللي واعر ناوي في الخاطر ديالي اشنو اللي ناوي هي واخا يجبدوا الموس ويقطعوا كيما كنا وما نقولش انا حتى تنقول ما نقولها
وهذوك الشحطات دازوا في اليوم ما حسيت يا كاسيف يوم من وراها جد عفو من عبد الله ومن وكلام وذاك وخبار محمد الخامس دخلت واحد كان عند ولد خوه القايد من الحاج كانوا يقولوا له ولد الحمر هذيك الليلة بالتماك تعال شو قايد يبدو تناضوا بدو كيشطخوا وتيقولوا أهو داخل بكحل عيني هم على محمد الخامس محمد الخامس الأخرين ما عارفينهم علاش تيقولوا هو هذا آخر القصة.